ايوا واش غادي نقول لك الراي ديالي زعما انا غادي نهضر المعقول. هو دار واحد الخير نقذ واحد المراه يعني من التشرد ومن العيشه المعذبه وهذا دار مشروع مخير هذا زعما الصراحه سلكها وسلك راسه ربما شوف غير حنايا خصنا ما نغلطوش بنادم كيناقدو هكذا ويسبوه ويديروا لا هذا قسمه ديالو طهر الله شوف شحال هو يدور وتلاقى معها في الزنقه وميم طون داها وسلكها وراهم عايشين بخير هذه راه قدر من عند الله انسان خصو يتفتح في هاد الحوايج لانه اي حاجه توقع لبنادم الا بالاراده ديال الله الا بالاراده ديال الله ونتمنوا له التوفيق والله يزيل الخوا ديالهم هو وهذيك المخلوقه وربما يخليو ذريه حسنه ما تقدرش تعرف لانه هذا امر الله راه حنا عاد نهضروا دروك نتمنوا من الشعب يعاونوا بكلام خير ويقولوا له زيد شحال يقول لك واحد المثل شحال من زوبيه ولا جامع راه هذه هي الدنيا هذه هي الدنيا يكذب عليك الكاذب اي فنان يتبعوه بهضره خاويه واخا كاين اللي ما يعرفكش كاع ويسبك انا شحال مره يسبوني يسبوني ونقرا ونبقى غير نضحك خليه يسب لانه ما يقدرش يجي وجهك يسبك فاس فاس يكتب الفيسبوك جراتويت كل شيء جراتويت خليه يقول واش غادي نقول لك راهم غادي يعطي الزيانين غادي يعطيهم تليفونات حتى هما يديروا حقهم يسبوا شويه وكذا وهذه هي الدنيا واش هما ما يسبوش اصاحبي يقعد هكذا تيطرطق يهدر واخا غير يكتب بعدا وهذه هي الدنيا واش غادي دير قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب بارطاجيو الفيديو ديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.